نتحرك الى قضية غاية الغرابة وغاية الدقة، ان ربنا تبارك وتعالى يشير في القرآن الكريم، وهو كما اشرت سابقا ان القرآن ليس كتاب دراسات افلاك ولا دراسات اكوان ولا دراسات فلكية، هو كتاب هداية وكتاب تربية وكتاب حق، كتاب عقيدة وعبادة ومعاملات واخلاق. لكن هذه الاشارات تدل دلالة قطعية على ان هذا كلام الله. فهو يتحدث عن الكون، عن بعض صفات هذا الكون، حديث غاية في الدقة وغاية في الإشكال. تحدث على قضية الضياء والنور، يميز القرآن الكريم بطريقة مستمرة بين الضياء والنور، الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، واستقرئ القرآن كيف ما شئت تجده لا يتخلف في هذه القضية أبدا، ما في مرة قال الشمس نور والقمر ضياء أبدا، يميز بين الضياء والنور. والضياء هو الضوء المنبعث من جسم متقد مضيء بذاته، والنور هو انعكاس هذا الضوء على الأجسام المعكمة. العلم التجريبي بكل ما وصل إليه الآن، ونحن في قمة من قمم المعرفة بأشياء هذا الكون، المعرفة المادية، لم يفرقوا بين الضياء والنور. القرآن الكريم يفرق تفريقا واضحا في آيات كثيرة. نقرأ في سورة نوح قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. لم يكن أحد يعرف أن الشمس سراج، الآن فقط عرفنا أن الشمس سراج، وقوده غاز الهيدروجين، ويستحل الهيدروجين بتفاعل نووي، عملية تعرف للاندماج النووي، فتنطلق الطاقة هائلة تصل بحرارة سطح الشمس إلى 6000 درجة مئوية، وبحرارة جوفها إلى 20 مليون درجة مئوية. نحن نعلم أن ذلك التفريق لم يكن أحد يعرفه أبدا. كان الشعراء والأدباء يتغزلون في القمر ويتخيلون أنه جسم مضيء، فإذا بالعلم الآن يؤكد أن القمر جسم مضيء وأنه لا يضيء إلا بسقوط أشعة الشمس عليه. وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يوظفهم في ذلك، في حمل هذا الدين إلى غير يمين. وصلى الله على سيدنا محمد.